دمي، خلوني مقهورة، يتقهروا هما كيما خلوني هنا مقهورة. صدقني مش نستنقض على ولدي، حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي قتل ولدي وفي القاضي، يا نهار اللي ما راوجت ولا حياته. والله يا خي محروق على ولدي، تو كنت باردة شوية نستنى في الحكم، وهي قلنا ما تفرحش بالدنيا هذه، ما تفرحش، انتي زغرت اليوم وانا نزغرت غدوة. حسب الله ونعم الوكيل فيهم، أكلم قليلها. بكل صراحة الحكم ما هوش عادل، والشهيد ما عادش عنده قيمة في تونس، وبكل صراحة مهزلة المحكمة متاع العسكرية متاع تونس، خاصة القاضي. القاضي ما قامش بالعدل، قال نخاف من ربي، لكن طلع يخاف من الإنسان، ما يخافش من ربي. والقاتل نتاع ولدي ما هوش هو، قاتل ولدي خرج. حسبنا الله ونعم الوكيل في القاضي، وكان عنده ضمير، ما نظنش كان تو عنده ضمير، خاطر ما حكمش بالعدل. قتلني انا تو ولدي اليوم مات، وامس مات، وليت رجعت لمرضي لعصابي. اما حسبنا الله ونعم الوكيل، انا ولدي ان شاء الله يا ربي في جنة الخلود، وهو حسبنا الله ونعم الوكيل في القاضي في قاتل ولدي، خاطر ما هوش مش يرتاح اذا كان عنده ضمير. والحكومه ما هيش قايمه بالواجب، لو كان قايمه بالواجب راهي اول حق خذاته حق الشهداء. احنا شهدائنا الكل، لو واحد خذا حقه مش كان ولدي، شهداء الكل. لكن ان شاء الله ربي يحكم عليهم في الدنيا هذه وفي الاخره. انا في بالي القضاء العسكري مش يخذي حقي، لكن ما خذاليش حقي وما نصفنيش، مهزله للقضاء العسكري. تصور انت من 20 سنه يحط 10 سنين والاخر براءه، وهما الزوز طلق والزوز ضرب والزوز عندهم عندهم السلاح اللي تقمت به ولدي كيفاش، والزوز هما اللي مشاوش نحو ولدي، والباقي البوليسيه الكل مشاو نحو الشط. وين العدل؟ وين تونس؟ تونس ما زالت ماشيه فيها هاويه، فيها هاويه بذنوب الشهداء، بذنوب الشهداء تونس مش تمشي فيها هاويه. وين كي نرقد ونقوم ونخافش ديما نقول تونس ما تولي بها الا ما ناخذوا احنا حق الشهداء اللي ضحاوا بعمرهم في عمر الزهور، مازالوا صغار، عمره 25 سنه وشهرين ونهارين. ما تخافش، يجي نهار حق ولدي يظهر، ربي مش يظهر في الدنيا هذه وفي الآخرة، بين اللي خرج هو قاتل وبين القاضي. تو تجيه مصيبة أكثر من مصيبتي، وبالله ما تقصهاش، نحبه يسمعها القاضي، مش تجيه مصيبة أكثر من مصيبتي، خاطر أنا ربي يستجيب لدعايا، كي ندعي على إنسان ربي يستجيب. وأنا ديما نصلي ونقوم يقولوا يا ربي خذ لي حقي من القاضي ومن اللي خرج قتل ولدي، خرج يرتاح. وين العدل؟ وين القضاء؟ وين الرئيس؟ وين وين هي تونس؟ خاطر هو رئيس مركز والآخر عام بسيطة عليه. أنا قلبي دليلي كما يقولوها. أنا وقت ولدي مات حسيت بولدي مات، وخرجت مشيت للسبيطار. وقت ولدي خرجوه من القبر حسيت وقمت من النوم ومشيت نارى في ولدي. انا ديشا كان في الحكم انا كنت ما كنتش نتصور يكون هكايا. وين تونس؟ وين رجالها؟ وين قل لي وين هما الرجال متاع تونس؟ وين هما اللي ما يدافعوش على انسان لولاه هو راهم مازالوا في الحبوسات؟ راهو اما تو اللي شد كرسي ما عادش يفكر في انسان اخر. انا ولدي مشى شهيد، اما هما في نار جهنم ما قالدينا فيها ابدا، ربي ما يغفرش. راهو كان هو مشى قال انا قتلت وغفر على روحه، خير ما يمشي للدنيا الاخرى ويقعد يقاسي. هذه الدنيا فين؟ انا ما نعرفش على روحي، تو نكمل معاك ولا ما نكملش؟ ماشي للدنيا الاخرى، علاه ما نمشيلوش نظيفه؟ علاه نمشي له مسخه؟ ومرته اللي تزغرت تعرفش على روحها، البليه اللي مش تجيها تعرفيش هي تزغرت. انا متسالش ما نزغرتش توا، ما في الدنيا الاخرى نزغرت على ولدي نلقاه شهيد غاديك ان شاء الله يا ربي في الفردوس الاعلى. انا ولدي كل ما يجيني في دنيا اخرى، ولدي عروس يجيني لابس عليه غاديك.
اما هي تصور انت وحده تزغرت امراه مقهوره، المحكمه العسكريه قهرتني انا، يعطي يقول لنا الفلوس، قالوا الفلوس يمشي يعطيهم للبلاد اللي خاربه، ما يعطيهمش لي انا. انا ما بعتش ولدي، انا ما بعتوش ولدي، انا كان نحب ناخذ الفلوس تتباع تونس كامله وما تجينيش في قطره نتاع ولدي، يبيع تونس كامله وما تجينيش قطره من اللي هيك تنبعت من ولدي. قالوا يا ويلك كان رشاوك كان عملوك، راه ما يدوم شيء، دوم كان هكا كان هكا كان ربي، في التالي كنا نموتوا ويقابلنا ربي، ويا ويلي اللي قابله مسود وجهه، هو مش يتسود وجهه ويدخل بيك قدام ربي مسود ملون. قلو كان مش يتحكم 20 سنة شوية، كان مدى الحياة شوية، خاطر أنا نحب له الشنق اللي قتل لي ولدي، نحب راسه كيما تقص راس ولدي كيما يتقص هو. لكن وين العدالة متاع تونس؟ ما فهميش. في بيننا قلنا الزين مشى، تونس مش تتنور ونلقاو حقوقنا. تراها ما هو الشهيد اللي قا حقه، كان يقولوا سليم الحضري قا حقه، اه سليم الحضري ما قاش حقه. الاخرين ما مش يلقاو حقهم، مش باش يلقاو. وين؟ وين مش يلقاو؟ ما كينا حرقوها تونس وشويه فيهم، مادام هما حرقوا لنا قلبنا. سي المرزوقي ما تكلم حتى كلمه، الجبالي كيف كيف عليه، وين؟ انتم باش قعدتوا في المناصب؟ ما هو باولادنا. على الاقل انصفوهم في الدنيا. تجيو تعطيونا في الفلوس، الفلوس خليهم يرقعوا بهم بلادكم يا اخي. نطلبوا احنا ولينا نعملوا احنا مالك الحمد، ناكلوا ونشربوا ونرقدوا احنا، المهم معمول يعملوا فينا بالفلوس. لين بدا اول ما بدا القضيه بداها بالفلوس باش يحسبنا من هيك الناس الطماعه. كان هو انسان يبدا بالحكم، انا ما حاشتيش بهم الفلوس. دخلت قالوا لي ولدك، ما ولدك لاباس عليه جماعه السبيطار. وهو ولدي علاش قالوا لي لاباس عليه؟ على خاطر وجهه مغسول بالدم وما عرفوهوش ولدي ولا ماهوش ولدي، ما عرفوه، كان ما غسلوا له وجهه بالدم. والكرتوشه فين ضربته؟ سمعت ضربته هنا وخرجت له من هنا، دورت له مخه الكل وسنان ودنت كل راحتهم له راحيه.